عملية اختطاف بزونة في واضح النهار يقلق أصحاب القطط ويرعبهم خوفاً على قطتهم من الاختطاف إلى جهة مجهولة، حيث نشر مواطن عراقي مقطع فيديو، هذا هو المقطع مصور من كاميرات المراقبة، قال إن شخصاً ما ظهر في الفيديو هذا هو تربص بقطته التي كانت في المنزل، انتهز فرصة خروجها من تحت الباب ليسرقها بحسب ادعائه. وفعلا ظهر الشخص المتهم بهذه السرقة في الفيديو وهو يركن سيارته التاكسي أمام باب المنزل، ثم انتظر القطة ليمسك بها ويضعها في السيارة وكأنه يختطف شخصا ما. شوف 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 وين وصلت بالعالم رجال، ايش قدك ايش كبرك ها؟ بوقلك بزون واقف، شنو من بشرية هاي؟ شنو من ناس؟ ها؟ جاي هذا شوف ناصب لك يمين، يعني واقف وموقف السيارة ويا عائلة ويجيب البنية على مود يصيحون البزون، ها؟ ويبوقون البزون، شوفونا هذا عنده إذن ترى صفرة، شوفوه هذا، راح أقرب لكم الصورة عليه. هذا باقي البزون مالتنا، شوفوه زين، اخذ راحتك للاجرام قبل، ولو تجيب مو عشيرتك والله ما اطلعك. شوف 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 شلون يتقمص البزون، باوع باوع باوع. لزمه شوفوه شلون باقى. اي شوفي يفتح له الشنطه، يفتح له الشنطه، شايل له الشنطه طلي، راح يطلب السياره ثاني. شو تطلب السياره؟ عصابه دول، عصابه لا يقول له شو دول، عصابه والله مسلكيه، يبوقون حتى اطفال. شوف شوف شنو الامكانيه هاي. اذا سارق القطه اختطفها في واضح النهار كما شاهدنا وأمام مرأى القاسي والداني وبكل استرخاء، ذلك لم يمنع المتهم من إتمام فعلته، فيما هدد وتوعد صاحب القطة بفضح السارق بهذا الفيديو والقصاص منهم. أما منصات التواصل تناقلت مقطع الفيديو تلقفته فانتشر كالنار في الهشيم، والله يساعدك يا سارق القطة، صرت بحلق السوشيال ميديا، عبروا عن استغرابهم كيف لرجل بهذا العمر يختطف قطة من منزل ما في هذه المنطقة. اذهب تبنى قطة، باستطاعتك أن تتبنى قطة أو أن تشتري قطة، تتبنى قطة وتكسب الأجر. كتبت عشرات التعليقات والانتقادات، نذهب إليها ونبدأ هذا التعليق الأول من صاحب القطة بنفسه. كتب صاحب القطة المختطفة تعليقا عسى أن يشاهده سارق القطة، يقول عيني صاحب السيارة التاكسي، رقم سيارتك صار يم القوات الأمنية، ولا تحاول تجيني أو أتنازل عنك، راح أخليك عبرة لمن لا يعتبر ولازم تأخذ جزائك العادل. تعليق من السحر، أكو بزازين للتبني يكون روح أخذ ليش تبوق وتنفضح. تعليق آخر من باقي يقول هاي باق بزونة صدق كذب، صار يومين بزونة أليفة تفر يم الدورية وطرد بيها. محمد زيدان يقول يا أخي هيك بوقة من تلزمة إيش ما تسوي بي ما يبرد قلبك،